الدرس اللي فات اتكلمنا عن طريقة عمل موديلنج للستراكشر سلاب او للبلاطة الخرسانة العادية اللي بتتحط تحت القواعد المسلحة، ممكن نشوفها هنا في الثري دي. ده كان اخر حاجة احنا وصلنا لها. هنبدأ دلوقتي نعمل القواعد المسلحة الخاصة بالعنصر او بالمنشأ بتاعي اللي انا بشتغل عليه. نروح مثلا على الساوث فيو اللي هي الرؤية او الساوث اليفيشن. هتلاحظ عندنا فيه هنا منسوب اللي هو الرينفورس الكونكريت، ده المنسوب اللي انا هقف عنده وهشتغل عنده، وبعد كده هبدأ احط القواعد بحيث ان هي يبقى السطح العلوي بتاعها عند الليفل ده والسطح السفلي ليها فوق البلين كونكريت بالظبط. فاحنا بضغط رايت كليك على الرينفورسمنت او رينفورسمنت كونكريت واضغط جو تو فلور بلان. هتلاحظ هنا عندي ان انا البرنامج بيظهر لي ملف الاوتوكاد اللي احنا اشتغلنا عليه، لان احنا لما عملنا امبورت للملف ما قلناش ان هو يظهر في فيو معينة والتانية لا، احنا سيبناه عملنا امبورت للملف وبالتالي بيظهر في كل الفيوز اللي انا بشتغل عليها بدون استثناء. طيب هتلاحظ برضو ان احنا في البلين كونكريت اللي هي دي والرينفورس الكونكريت في اختلاف ما بين الملفين، في هنا الدايمنشنز والاسماء اللي هي الار 2 ار 3 والاي وهكذا، هنا الحاجات دي كلها ظاهرة والبلين كونكريت دي مش موجودة بالرغم من اننا حذفناها او ان احنا اخفيناها. طيب اللي احنا قلنا عليه اللي هو من الـ Visibility Graphics Override الـ VG، الجدول ده اي حاجة بتعملها جواه بتطبق على قاعدة اسمها الـ View by View Basis، بمعنى ان اي تغيير بعمله في الـ View دي مش هينتقل للـ View التانية، لازم ان انا زي ما عملته في الـ View اللي هي 06 Plain Concrete لازم ان انا اعمله فيها في اللي هي الـ View 07 Reinforcement Concrete. يعني لو فتحنا الفيزابيلتي جرافيكس هنا هتلاقي ان الامبورتد كاتيجوري كل الحاجات معمول قدامها علامه صح، فبالتالي هروح اشيل علامه التكست من على اللاير 2 واللاير اللي هي اسمها التكست واضغط على ابلاي هتختفي. يبقى احنا كده ان اي اختيار او اي حاجه انا بعملها في الفيزابيلتي جرافيكس اوفر رايت دايلوجز مش بتظهر لي، ما بتتنقلش من فيو للتانيه، لازم ان انا انقلها جوه الفيو مباشرة او لازم ان انا اعيد تكرارها جوه كل فيو. طيب هنبدأ دلوقتي نشتغل على القواعد المسلحة. هنلاحظ ان احنا عندنا سيمترية في الرسم ودي هنشرح ازاي ان احنا نستخدمها دلوقتي. اول حاجة بعملها ان انا بشوف انواع القواعد، نشتغل على الجزء ده مثلا مبدئيا وافتح ملف الاوتوكاد عشان اجيب انواع القواعد اللي موجودة عندي هنا ايه. اول حاجة عندي هنا قاف 2 اللي هي الصغيرة دي، وبعد كده في عندي قاعدتين قاف 3، وعندي اخر حاجة هنا قاف 2. يبقى اول حاجة هشتغلها ان انا اعمل الاربع قواعد اللي فوق، ارجع للريفت بروح على التاب الستركشر عشان اعمل القواعد المسلحة، بضغط على الستركشر فاونديشن او كلمة الايزوليتد، بختار نوع القاعدة اللي انا محتاجها. احنا قلنا هنبدأ هنا باف 2 زي ما قلنا، احنا اول ما عملنا المشروع اصلا بدأنا ان احنا نحط القواعد بتاعتنا، فتلاقي عندك هنا اف بعد كده اف 1 لغاية اف 8، احنا هنشتغل على اف 2. بعمل زوم مناسب بحيث ان انا اقدر احط العنصر بتاعي في مكانه صح. طيب انا دلوقتي مهما حاولت ان انا احط العنصر بتاعي فوق مكانه على رسمة الاوتوكاد، هتحاول تظبط الاربع اركان مع بعض، مهما عملت هيبقى صعب انك تضبط او تبقى ضامن ان الدقة متناهية ما بين العنصر اللي انا بحطه بالريفت اللي هو مع الماوس ده والعنصر اللي موجود على الاوتوكاد او الحد بتاعه على لوحة الاوتوكاد. فبالتالي بنلجأ لطريقة حلوة ان احنا بمجرد ان احنا بس بنحط القاعدة جنب المكان بتاعها على الاوتوكاد. هتلاحظ هنا دلوقتي ان الجزء اللي فيه تهشير الخرسانة ده هيبقى عبارة عن قاعدة مسلحة، والجزء اللي فوق ده دي الرسمة بتاعت الاوتوكاد. فانا بحط القاعدة في اي مكان واضغط على الالايمنت تول، وبعد كده بختار الحد الاساسي بتاع القاعدة اللي هو على الاوتوكاد واضغط على الحد بتاعها من الريفت. بعد كده هظبط تطابق الجزء العلوي بتاع الاوتوكاد مع القاعدة بتاعت الريفت. اللي انا بعمله دلوقتي ده انه بيضمن لي دقة كاملة ان العنصر بتاعي او ان البلاطة او ايا كان مثلا سواء القاعدة المسلحة او العمود او الكاميرا بتنطبق على مكانها مباشرة. في نفس الوقت بتظهر لك هنا علامة اللوك او الكونسترين، انا ممكن ان انا اقفلها وبالتالي اضمن ان القاعدة دي مش هتتحرك من مكانها تحت اي ضغط
لأي سبب من الأسباب، سواء حركت عنصر أو محركتش عنصر، القاعدة دي مش هتتحرك من مكانها، هتفضل دايما مرتبطة بمكانها على لوحة الأوتوكاد. هضغط بعد كده موديفاي واروح لل3 دي فيو عشان اشوف القاعدة اللي انا عملتها. هنلاقيها زي ما قلنا اخر حاجة كانت فوق على الشمال اهي. يبقى احنا كده عملنا اول قاعدة في مكانها. مكانها ده بيتحدد بناء على حاجتين، بناء على اي اليفيشن، سواء اي اليفيشن جانبي عشان اقدر اشوف هي في المنسوب الصح ولا لا، والبلان اليفيشن عشان اقدر اشوف هي في مكانها مع لوحة الاوتوكاد ولا لا. فبفتح لوحة الانفورسمنت كونكريت. هنا هتلاحظ ان احنا اتاكدنا ان هي ممكن اعمل مثلا ده كونسيستنت كولرز او نعملها مثلا شيدد علشان نتاكد ونشوف الشكل بتاعها او تطابقها مع الرسمه. هنا هتلاقي ان الحدود بتاعت القاعده هي الحدود بتاعت الرسمه، مفيش اي فرق، فبالتالي يبقى احنا كده شغلنا تمام. اروح مثلا على الساوث اليفيشن، اتحرك لغايه ما اجيب مكانها في القاعده. هتلاحظ ان هي انتقلت من هنا، هي نظهر بس البابلز بتاعت الليفل من خلال ان انا اشاور عليه واضغط على المربع الصغير ده علشان اعرف اسمه. هنا هتلاحظ ان ده الرينفورسمنت كونكريت وده البلين كونكريت. يبقى احنا زي ما قلنا احنا اشتغلنا على الرينفورسمنت كونكريت، القاعدة بدأت من عنده وبعدين نزلت لتحت السمك اللي هو 60 سنتي لغاية ما وصلت لغاية منسوب البلين كونكريت. بالمثل بقى هبدأ أضيف كل القواعد المسلحة اللي عندي في المشروع. فبالتالي هروح على الرينفورسمنت كونكريت عشان أقدر أضيف فيها كل العناصر اللي أنا محتاجها. احنا قلنا هنا دي قاف 2، في هنا قاف 3 وقاف 3، وفي هنا قاف 2. بروح على الستراكشرال فاونديشن ايزوليتد، اختار F3، ممكن تبقى اختصار فوتينج 3 او فاونديشن 3 ايا كان المسمى. اضغط هنا مثلا، وبعدين اروح على الالاينمنت تول، اساوي بشاور على الجنب اللي انا عايز اعمل محاذاه عليه، وبعد كده بشاور على الجنب اللي انا عايز احركه، بشاور على الجنب اللي انا عايز اعمل محاذاه من الاوتوكاد عليه واعمل جنب القاعده. طيب ممكن مثلا قاعده زي دي اروح جاي واخدها كوبي من هنا لهنا، ما دام الاثنين نفس النوع امر كوبي، اعمل اوبشن الكونسترين عشان اضمن ان هي تتحرك في مستوى افقي، وامسكها من الطرف لغايه لما يظهر لي المربع ده عشان ابقى متاكد ان دي الاند بوينت بتاعتها. لاحظ ان انا طول ما انا مفعل امر الكونسترين القاعده مش هتتحرك معايا غير يا اما افقي يا اما راسي، مش ممكن تتحرك في اي اتجاه مايل. عشان احركها في مكان مايل لازم اشيل اوبشن الكونسترين. كده تقدر تتحرك مع الماوس بتاعي بمنتهى السهوله. هنضغط كونسترين لغايه ما نروح على المكان اللي احنا عايزين نحطها فيه، وتظهر لي نقطه الاند بوينت برضو هوريزونتال. هتلاحظ ان في تول تيب ظهرت بتقول لك اند بوينت اند هوريزونتال، نضغط. يبقى احنا كده عملنا قاعده اهي والقاعده الثانيه. بالمثل انا عايز اعمل قاف 2 هنا، اروح جاي واخد دي كوبي ومسكها من، الغي الكونسترين الاول وامسكها من الاند بوينت، واروح على الاند بوينت الخاصه بيه القاعده اللي انا عايز اعملها. يبقى احنا كده خلصنا الاربع قواعد اللي فوق. نروح على ال3 دي فيو. يبقى انا كده اشتغلت، عملت دي قاعده قاف 2 ودي قاف 3، قاف 3 وادي كده القاف 2. ولاحظ ان كل قاعده بيبقى حواليها المدى المسموح بيه زي ما قلنا من الخرسانه العاديه. يبقى انا كده شغلي تمام. طيب هل المطلوب ان انا افضل اعمل كل قاعده من ال49 قاعده الموجودين على حده لازم اعمل كل واحده لوحدها؟ طبعا مش شرط. احنا عندنا هنا سيمترية او في تماثل في المنشأ اللي احنا بنشتغل عليه، اربع اركان متشابهين. فبالتالي هخلص الجزء ده اللي هو على فوق على الشمال، اعمل القواعد بتاعته كلها، وبعد كده هعمل ميرور حوالين الاكس الرأسي فهينقل لي الجزء ده هنا، وبعدين هاخد الجزئين اللي فوق واعمل ميرور حوالين الاكس الافقي فهينقلهم لي كلهم تحت. يبقى انا كده اتعلمت طريقة عملية ان انا انجز بيها الشغل بمنتهى البساطة لو المنشأ بتاعي فيه سيمترية. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ هنخلص بس القواعد هنا بتاعت الجزء ده وبعدين هنكررها دلوقتي. احنا قلنا هنا خلصنا الاربع قواعد اللي فوق دول، عندي بعد كده هنا قاف 2 وفي 2 صغيرين قاف 1 نخلصهم. يبقى انا عندي دي كده قاف 2، كوبي امسكها من الاند بوينت اضغط، وبعد كده عندي قاف 1 هروح على الايزوليتد فاونديشن F1
واضغط مرة هنا ومرة هنا، واختار امر الالاينمنت تول جنب اللي انا عايز احازي عليه مع جنب القاعدة، جنب اللي هحازي عليه مع جنب القاعدة، وهكذا بالمثل. يبقى انا كده حطيت العادتين دول في مكانهم. اروح على ملف الاوتوكاد عشان اشوف القواعد الباقية اللي انا محتاجها في الجزء الاساسي اللي انا بشتغل عليه. عندي هنا قاعدة كبيرة قاف 6، لاحظ ان هنا في حدود ليها باينة وفي تداخل ما بينها وبين السيميلات اللي موجودة عندي دي، فبالتالي هنا في الاوتوكاد مش معمول الابعاد الكاملة ليها او الحدود الكاملة ليها. طبعا الشكل اللي احنا شايفينه في الاوتوكاد ده هيبان بعد ما نخلص الجريدد بيم او السيميلات والشدادات اللي احنا هنستخدمها. طيب دلوقتي احنا خلصنا قاف 2 دي وخلصنا قاف 1 وقاف 1، يبقى انا اللي عندي هنا فاضل لي القاف 6 وبعدين قاف 5 وبعدين قاف 6 كمان، يبقى انا كده خلصت جزء اساسي من الاربع اجزاء اللي عندي بتكون المنشأ نتيجة للسيمترية اللي موجودة عندي. برجع للريفت ان انا دي كده قاف 5، اروح على ستراكشر ايزوليتد اختار اف 5. لاحظ هنا بقى حاجة، انا عندي القاعدة اللي مع الماوس او اللي بتتحرك مع الماوس دلوقتي رأسية، في حين ان القاعدة اللي عندي موجودة في الاوتوكاد باين ان هي افقية، لان انا لما باجي اعمل تموضع ما بينها اكيد مش هتتساوى لان هي ليها بعدين مختلفين. لو ضغطنا على ايد الطيب هتلاحظ ان في اختلاف ما بين الويدث واللينث او العرض والطول، فبالتالي لازم ان انا اعمل روتيشن للقاعدة او ادورها حوالين الاكس مثلا ده علشان خاطر ان هي تتحط في مكانها الصح. فانا بشاور بالماوس على اي اكس انا عايز اعمل الاورينتيشن حواليه او الدوران حواليه، وليكن سواء مثلا الاكس ده او الاكس ده مش هتفرق، واضغط مسطرة. المسطرة بتلف العنصر بتاعي بزاوية 90 درجة مع كل ضغطة، يبقى المسطرة بتزود العنصر معايا زاوية 90 درجة في كل مرة. يبقى هنتأكد، احنا قلنا ان دي قاف 6 مش قاف 5 عفوا، يبقى قاف 6. نفس الموضوع برضو، شاور على اي اكس واضغط مسطرة هتتحرك، بعد كده احطها في اي مكان جنب القاعدة، استخدم امر الالاينمنت تول وشاور على الجنب اللي انا عايز اعمل محاذاة عليه، وبعد كده شاور على جنب القاعدة، وهكذا بالنسبة لي الجنب التاني. يبقى انا كده قدرت ان انا احط القاعدة في مكانها الصح وفي نفس الوقت بالدوران المظبوط ليها. عندي بعد كده في هنا قاف 5 هعملها برضو هتبقى رأسي، اعمل structural isolated foundation، اخد الاف 5، هي هنا رأسية زي ما هي موجودة عندي في الاوتوكاد ده مفهوش مشكلة. لاحظ ان انا مثلا لو ضغطت، لو شاورت على الاكس ده بس وضغطت مسطرة، تلاحظ ان الدايرة او القاعدة اللي انا بستخدمها بتلف معايا بزاوية 90 درجة. احنا هنحتاجها ان هي تبقى في وضع رأسي كده، شاور على الجنب ده والجنب ده وهكذا، واضغط على الايزوليتد واخد الاف 6 واعمل روتيشن للاكس، بعد كده اعمل محاذاة للقاعدة واروح على ال 3D فيو عشان اشوف انا عملت ايه. يبقى انا كده قدرت ان انا احط كل القواعد المسلحة اللي عندي في الجزء ده في مكانها، وبالتالي اقدر ان انا بعد ما اخلص كل القواعد المسلحة اوضح عليها شكل الشدادات او القمر اللي هيوصل ما بينهم او السيميلات زي ما بنسميها، عشان يظهر لي الشكل الكامل اللي هو في برنامج الاوتوكاد عندنا هنا. طيب نتأكد تاني نشوف في اي حاجة نقصانة. احنا قلنا عندنا هنا اربع قواعد فوق وفي اربعة تانيين اهم، والاتنين الصغيرين دول، يبقى انا كده خلصت البلوك ده. عايز اعرف بقى يا ترى هل ان انا لازم اكمل كل حاجة لوحدها او امشي على كل قاعدة لوحدها، او ان انا اعمل ميرورينج زي ما احنا قلنا عشان نستفيد من السيمترية اللي موجودة في المنشأ. فاحنا بنفتح البلين كونكريت ليفل، بعدين اضغط على موديفاي عشان اخرج بره الامر اللي انا فيه دلوقتي، هضغط واعلم على القواعد اللي انا عملتها كلها. تلاحظ ان هم دول العشر قواعد 4 4 8 و2 10، عايز انقلهم الناحية التانية على اليمين، ولاحظ ان انا عندي فوق 17 اكس 17 محور رأسي، فهيبقى المحور 9 ده هو محور النص او السنتر لاين بتاعي. فهروح من تاب الموديفاي اعمل ميرور بيك اكسس اضغط عليه، لو انا ضغطت على الاكس ده هيعمل نسخة من القواعد دي كلها في الاتجاه التاني على بعد نفس المسافة من الاكس، نضغط يبقى انا كده عملت نسخة
من نفس القواعد، لان هي اوريدي نفس النوع في الناحية التانية، فهتتنقل لمكانها في الزاوية التانية بالظبط. طيب في نفس الوقت لو انا ضغطت على الابعاد دي او على القواعد دي، علمت عليها وكوبي ميرور اكسس، وبعدين خدت اكس النص هنا، هتتنقل عندي في الجزء اللي تحت في مكانها برضو، لان هي زي ما قلنا في سيمترية ما بين العناصر وبعضها في المنشأ او المشروع اللي انا بشتغل عليه دلوقتي. فبالتالي اصبح ان انا ممكن انجز كل القواعد اللي عندي بمنتهى البساطة. طبعا هيتبقى لي مجموعة من القواعد اللي موجودة في النص على خط السنتر دي، مفيش اي مشكلة ان انا احطها بالطريقة العادية زي ما احنا قلنا. نفتح دلوقتي ال 3 دي فيو بحيث اشوف انا وصلت لفين. هلاحظ ان احنا عملنا الجنب ده والجنب ده والجنب ده كمان، وفاضل الجزء اللي تحت. فبرجع على الرينفورسمنت كونكريت. في حاجة بس الأول لازم نبص عليها، احنا عندنا هنا في اختلاف بسيط في الجزء ده، لأن هنا هيبقى في فاصل إنشائي. المفروض إن ده أصلا مبنى جزء من بلوك كامل، البلوك ده بيبقى عبارة عن 3 مباني مواصل منهم فاصل إنشائي، فبالتالي أنا يعني عندي اختلاف بس في البلطين دول أو في القاعدتين دول. فهحذف دي وهحذف دي. لو رحنا نبص على لوحة الأوتوكاد هنلاحظ إن هي هنا في اختلاف منها، دي هتبقى القواعد اللي هي قاف قاف، مش هتبقى قاف واحد، لكن انا عندي سيمترية في باقي الاشكال. هنا 2 قاف 1 الصغيرين زي ما احنا قلنا، وفي هنا قاف 6 قاف 5 قاف 6، وزي ما قلنا القاعدتين او ال3 قواعد اللي موجودين دول فوق. الاختلاف كله هيبقى في القاعدتين دول بس، لكن تحت الموضوع ثابت زي ما هو، مفيش فيه اي مشكلة، لان احنا الفاصل الانشائي هيبقى عندنا في الجزء ده بس. فبرجع لبرنامج ريفيت تاني، وبحدد نوع القاعدتين دول قاف من الايزوليتد فاونديشن اللي هي هتبقى اف بقى هنا زي ما احنا قلنا، واعمل المكان بتاعها الاينمنت جنب اللي حازي عليه جنب النهائي للقاعده. بعد كده اشاور على القاعده واخد منها نسخه، امسكها من الاند بوينت واضغط اوكي. يبقى انا كده عملت القاعدتين اللي عندي اللي هم فيهم الاختلاف. ارجع لل 3 دي فيو الاحظ ان هم هنا اهو، على الجنب ده في هنا القاف وهنا القاف واحد، وهنا في القاف اللي هي فيها الاختلاف زي ما احنا قلنا. هاخد بعد كده مجموعة القواعد دي هقررها تبقى في الناحية دي، اضغط reinforcement concrete. احنا عايزين ناخد الربع ده من القواعد اللي هم ال10 قواعد دول، نعمل نسخة تانية منهم من الناحية دي. فهضغط mirror back axis واضغط على الاكس بتاع النص، هينقل لي القواعد التانية في نفس المكان، وهتلاحظ ان هنا في سيمترية كاملة، فبالتالي مش هيبقى في اي مشكلة. ارجع ل 3 دي فيو تاني، يبقى انا كده خلصت القواعد اللي هي موجودة في ال4 اجزاء الرئيسية من المنشأ. ففاضل لي مجموعة من قواعد المنتصف اللي هي ماشية على المحاور الاصلية بتاعت المنشأ. بفتح ملف الاوتوكاد عشان اشوف القواعد هنا هتبقى نوعها ايه. انا عندي هنا قاعدتين قاف 6 دول هعملهم اللي هما دول. هروح على structural isolated foundation واخد F6 واحط القاعدتين في اي مكان، وبعد كده استخدم امر ال alignment tool. الموضوع بسيط جدا، هو محتاج بس شوية ترتيب. يبقى انا كده خلصت القاعدتين دول. دايما احب اتابع شغلي وابص عليه في ال 3 دي فيو علشان خاطر اعرف انا وصلت لفين، ولو في اي خطأ حصل او اي حاجة حصلت سهوا اقدر ان انا اتلافاها. ارجع على reinforcement concrete اشوف الجزء اللي هو القواعد الخاصة بيه المنتصف ده. افتح ملف الاوتوكاد، انا عندي هنا دي قاف 3 وفي هنا قاف 4 واتنين قاعدتين قاف 8 وبعدين تاني قاف 4 وقاف 3. لاحظ هنا حاجة، ان هنا في الاوتوكاد المسافة ما بين القاف 3 والقاف 4 قريبة جدا، فبالتالي على أرض الواقع في الطبيعة مش هيبقى في أي مساحة للنجار إن هو يقفل الجنب ده نجارة وجنب ده نجارة، لأنه كده كده هيبقى المسافة صغيرة جدا، مش هيقدر يحط أي تقويات أو يقفل الجوانب بصورة سليمة. فبالتالي كده كده هيتعمل لها جنب واحد بس من بره، وهتتصب كلها مع بعضها، لكن التسليح بيفضل منفصل إنه مرتبط مع بعضه بس بالشدادات. فاحنا هنعمل نفس الموضوع بالظبط في الريفت. هتلاحظ ان هو هيظهر لك رساله هيعرفك ان العناصر دي او ان قاف 3 وقاف 4 جوينت بات نوت كونكتد، يعني متوصلين مع بعض على ارض الواقع لكن مش هيبقوا ظاهرين في الريفت بالشكل ده. يبقى انا عندي قاعدتين في النص دول قاف 8 وبعد كده قاف 4 وقاف 3 على يمين كل واحده. افتح كده
يبقى انا عندي هعمل اتنين دول كده قاف 8، بروح على structural isolated اف 8. زي ما قلنا انا عندي هي رأسي دلوقتي، فانا عايزها افقي. اضغط مسطرة واعمل المحاذاة، واعمل محاذاة للعدد التانية. فبالتالي عايز اعمل امر الالاينمنت، حاجز الجنب ده مع ده. لاحظ هنا هيبقى في صعوبة، في شوية صعوبة في اختيار الخط، فبالتالي لازم اعمل زوم عشان اعرف انا بشاور على انهي خط احاذي عليه. هنا خط القعدة قريب مع خط الاكس، فبالتالي لازم اخد بالي. هنا نفس الموضوع، شاور على الخط الاساسي الخط ده، ويبقى انا كده عملت القعدتين. لاحظ ان هنا البرنامج معملش الحدود ما بينهم، لان كده كده في سميل هيدخل في النص، وكده كده كلهم هيبقوا من نفس الماتيريال، فبالتالي مش هيبقى فيه اي مشكلة في تداخل المواد بتاعتهم. اهم حاجة ان هم يبقوا متطابقين مع بعض في نفس المكان اللي احنا قلنا عليه. هنا هتاخد القاعدة اللي على اليمين، القاعدة اللي على الشمال، وهنا القاعدة قف 8 اللي على اليمين، وده الاكس اللي هو او الكاميرا الجريدد بيم اللي داخلة في وسطيهم، السميل اللي ماشي في وسطيهم. افتح الرينفورسمنت كونكريت تاني. عايز اعمل دلوقتي القعدتين التانيين دول اللي هي قاف 4 وقاف 3. افتح مكانهم على الاوتوكاد، دي قاف 4 تمام، واروح على ستراكشر فاونديشن، اضغط على ايزوليتد واخد الاف 4. انا عندي هنا دي واضح من الشكل ان هي هتبقى راسي، فهعمل لها هتبقى افقيه اصلا، فهضطر ان انا اظبطها. احط واحده هنا واضغط على امر الالاينمنت، شاور على الجنب اللي انا عايز احاذي عليه، وبعدين بشاور على جنب القاعده اللي انا عايز اعمل المحاذاه عليه، ده مع ده. يبقى انا كده عملت الكونسترينت مع القواعد. طيب عشان اتاكد من حاجه زي كده، مثلا هشاور على القاعده واحركها مجرد حاجه كروكي علشان اقدر اشوف هي فعلا وصلت لمكانها اللي انا محتاجها فيه ولا لا. هي فعلا هتلاقي هنا ان هي هتاخد بعدها، تلاحظ هنا في الرسمه ان هي كده كده واصله لخط الاكس، انما القاف 8 مش واصله. يبقى احنا كده بالتالي شغلنا صح تمام. المفروض ان انا هعمل واحده كمان، هعمل اول هنا اللي قاعده اللي هي قاف 3 بقى، فاروح على الاستراكشرال ايزوليتد اف 3. زي ما قلنا احطها في وضعها السليم من خلال ان انا اشاور على الاكس واعمل الروتيشن، وبعد كده بحطها في اي مكان وابدا استخدم امر الالاينمنت تول، اشاور الجنب الرئيسي اللي انا عايز اعمل محاذاه عليه، وبعدين الجنب اللي انا همده لاخر مره، واضغط اوكي. لاحظ ان هنا في فرق طبعا على ارض الواقع، المسافه الصغيره ما بين الاتنين دول مش هتبقى موجوده، فبالتالي الاتنين هيتصبوا مع بعض مره واحده. ممكن استخدم امر البيك اكسس او الميرور بيك اكسس ان انا اكرر القعدتين دول اللي هي قاف 4 دي والقاف 3، واختار كوبي او ميرور بيك اكسس، واشاور على اكس المنتصف اللي هو الاكس 9، فهيعملهم لي الناحيه التانيه برضو. يبقى انا كده خلصت كل القواعد اللي عندي في النص، وباقي لي القاعده اللي فوق دي، اجيب اسمها وبياناتها من ملف الاوتوكاد، وهي هنا هتبقى القاعده قاف 7. اروح على structural isolated اف 7، احطها في مكانها باستخدام امر الالاينمنت او المحاذاه زي ما احنا قلنا كده. يبقى انا كده ضمنت ان القاعدة وصلت في مكانها مظبوط. ابص بقى في الثري دي فيو علشان اشوف القواعد اللي انا عملتها، ويبقى انا كده قدرت اخلص شغل القواعد المسلحة اللي عندي في المنشأ ككل. قدرت ان انا استخدم البيانات بصورة سليمة وبطريقة عملية، من حيث ان انا استخدمت السيمترية اللي موجودة في المنشأ، من حيث الاربع اركان دول، البلوك كل بلوك من دول عملته مرة واحدة وبعدين كررته في الناحية التانية. عملنا التعديل البسيط هنا في القعدتين دول، وبعدين بدأنا نعمل قواعد المنتصف والجزء اللي فوق قاف 7 والقعدتين اللي تحت. بعد كده ان شاء الله هنبدأ نحدد ازاي ان احنا نعمل الاعمدة والشدادات اللي هتبقى او السيميلات اللي هتبقى واصلة ما بين القواعد دي، بصورة برضو مطابقة بالملي للوحة الاوتوكاد اللي احنا هنشتغل عليها. لان احنا كده كده بعد ما نخلص ان شاء الله الموديل ثلاثي الابعاد بتاعنا، هنقدر ان احنا نطلع الرسومات ونعمل الديتيلينج بتاعها او التفاصيل الخاصة بيها، فبالتالي الدقة هتبقى شيء مهم جدا. الحاجة التانية ان احنا عايزين نتأكد ان الماتيريال حاجة واحدة،
الماتيريال او الماده الانشائي اللي هي بتتعمل منها، لان كده كده كل المواد دي هتبقى كاستم بليس، هتتصب في الموقع ايا كان سواء بامب او الخلاطات العاديه. فبالتالي بيبقى في سيمترية في المواد، ان المادة هتبقى كده كده مطابقة، فبالتالي اي تداخل ما بين العناصر ده ما بيبقاش فيه اي نوع من انواع المشاكل في الموديل اللي انا بشتغل عليه.